يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدين متابعين ليالي الكويت. اليوم فقرتنا مميزة لأنها تضم نخبة من الفنانين الرائعين اللي دائما يمتعونا في مسلسلات كانت تعرض قبل اللي هي كرتونية. أنا أقصد اليوم معانا أبطال منتج ومخرج وأبطال عمل دكان بونواف. يا هلا ومرحبا فيكم في ليالي الكويت. نعرف فيه اكيد طبعا منتج ومخرج العمل فيصل ابراهيم، وايضا غني عن التعريف الفنان الجميل جمال ردهان، ومحمد دشتي راح نعرف بعد شوي شو هالاصوات الرائعه اللي الله يسلمك تقدمها. طبعا ام نواف بسمه سلطان، يا هلا ومرحبا فيكم منورينا اليوم. الله يخليك. في البدايه راح نرحب بالشخصيه الرئيسيه الاستاذ جمال ردهان بونواف. استاذ جمال، في البدايه لما جالك الورق قاعد تقرا، شنو الشيء اللي جذبك حق دكان بنواف؟ يعني وشنو ضفت حق الشخصية وشنو اللي جذبك؟ يعني احنا شفنا اعمال كرتونية وايد، دكان بنواف شنو اللي يميزه عن غيره؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مهم جدا عندي ومو قدام استاذ فيصل، اللي جذبني للعمل اول شيء فيصل الابراهيم، حرصه وانتقاء للشخصيات، وراح تشوفون ان شاء الله بعد الابطال القادمين ان شاء الله في الجزء الثاني من اللقاء، حرص هذا الانسان على انتقاء الشخصيات والتعب عليها وتقديمه لحتى الكلمه اللي منقيها. انت لما تشوف عمل انسان حريص بهذا الكم من الحرص علشان يقدم عمل كرتوني، طبعا في ناس تستسهل عمل كرتون، لا، في صعوبه كبيره جدا، لكن حرص هذا الانسان وحبه للي قدمه هو اللي خلاني انا اوافق. وافقت بدون شروط، وافقت بدون طلب اجر، لكن هو اللي حط اصر انه يحط اجور ويحط كذا، ريال ملتزم ماكو فايده، لكن المتعه في التعامل. قيمتك اكبر من اي رقم. الله يعزك ويطول عمرك. عشان كذي ما عارف يحط لك الرقم. الله يعزك ايمان، طول عمرك. انا عم بسالك على اسمك بعد شوي، عارف ان المعنى منه، لكن يهمني جدا. وقلت له وقال لا استاذ جمال لا تتكلم، لا بتكلم، بقول، لان حرصه وحبه لما يقدم خلاني ان انا اوافق له بلا شروط بلا قيود. وبعدين لما فعلا اشتغلت لقيت ان العمل مكتوب على مستوى جدا راقي وجدا عالي، ونواف المؤمن ايضا لا نبخص حقه في هذه الشغله، شيء اسري جميل للعائله، مو بس ان يشوفونا اطفال او يشوفونا مثلا صغار السن، لا، حتى بالنسبه انا ككبير وانا قاعد اقدم كاركتر عائلي، يعني كبار وصغار، جدا جدا برنامج او نقول انه هو اسري، الاسره كامله ممكن تشوفه، لان في عبر وفي مواعظ وفي كلامنا الكويتي الاصلي بطمغه اللي حريص، اللي ما فيه خلل ولا فيه تداخلات عليه. وبالاضافه الى هذا ايضا في دروس يقدمها للمجتمع، احنا شنو نبي في العمل غير انه يكون في هذا المستوى؟ هذا اللي خلاني انا احرص وسعيد جدا. في لطشات بعد بالعمل؟ لطشات سياسيه؟ وفي كوميديا، في لعب حلو من الدراما اللي انا قاعد احثه، لا رجاء فيصل ادخل دراما، احنا نبي نكسبك كمخرج في الدراما. ويقول ان شاء الله افكر احنا بزن على راسه ان شاء الله، ليش لا؟ راح نشوفها برمضان باذن الله. باذن الله فعلا. انا سعيد جدا بمشاركتي في هذا العمل، وحسيت بمدى المتعة في التعامل معه ومع القائمين أيضا على العمل. يمكن الوقت ما يسعفنا وما بيطول عليكم، لكن العمل غزير، وسعد جدا في التعامل في كل الشخصيات، لهانا والنجوم الآخرين أيضا، نجوم شبابية جميلة انتقاهم أستاذ فيصل، وأهما كف لهذه الأدوار. وبتشوفون أخوي محمد وأختي بسمة. بما أنك ذكرت الانتقاء، بعرف من المخرج كيف يتم انتقاء الشخصيات. أنا بذكر شخصية بنواف للأستاذ جمال، الشخصية وأنا قاعد أرسمها ببالي جمال ردهان، يعني هو بالذات هو الوحيد اللي صار وياه الموقف، أن تركيبة الشخصية تناسبة. بالنسبة حق الشخصيات الثانية مثلا محمد دشتي، سنوات أنا أشتغل وياه ونعرف مدى طاقته مثل ما ذكرت قبل شوي، والأصوات اللي عنده، وعنده كثير بعد مو بس اللي سمعنا منه. ساعات الشخص يفرض نفسه، فرحت ويعني تعاملت معه، وساعات مثل بسمة سلطان أخذت وياها بروبة صغيرة، اكتشفت أنها مناسبة جدا لهذه الشخصية. كان لك تعاون معاهم من قبل في مثل بقدادة قبل في أحد من الشخصيات موجود كان معك؟ محمد دشتي. بس محمد دشتي كان وياي بالسابق. أستاذ فيصل، نبي نعرف البداية، نبي نعرف
اول شيء شلون جت الفكره؟ شلون يعني جت لك فكره دكان ابو نواف؟ شلون جالك الورق؟ شلون فكرتوا بالفكره هذا والجروب هذا نفسه تيمه؟ نبي نعرف البدايه وتعاون جديد مع تلفزيون دوله الكويت، شلون شفت هذا التعاون؟ شنو الجديد اللي بتقدمونه تلفزيون الكويت؟ يعني مثل ما ذكرت شفنا كرتون وايد في منها الزين وفي منها الشين. دكان ابو نواف هذا العمل الكرتون اللي بيقدم، شنو اللي بيميزه؟ شنو اللي فيه داخله؟ الورق اللي وصل لكم الفكره شلون تجمعته؟ بالنسبه بما انك ذكرت التعاون مع تلفزيون الكويت، انا احب اسجل شهاده كمشاهد لتلفزيون الكويت وهذا القفزه اللي حصلت بالفتره الاخيره. طبعا الفضل يرجع لمعالي وزير الاعلام والوكيل والوكلاء المساعدين اللي اعتقد انتم يعني جزء من هذا النجاح بالفتره الاخيره، وتعاملهم مع المنتج الكويتي في رمضان خطوة جميلة يكون حصري، خطوة جميلة يكون كل المنتجين الكويتيين. هذه بناحية دكان ابو نواف كانت البداية، لأن ما كانت الصورة واضحة بالبداية، احنا نبي شيء يجمع الشخصيات كلها في مكان واحد. قلنا ديوانية، قلنا مكان عمل. نواف المؤمن صاحب فكرة أنه يكون دكان ابو نواف يبيع مسابيح في المباركية، هذا المكان أقدم أسواق الخليج، يجمع الصغير والكبير، الغني والفقير، شغلة تراثية كويتية نحب نحافظ عليها ونوصلها. فهني خلاص بينت ملامح العمل وبينت الشخصيات، ومن طبعا شخصية رزي أبو نواف وأسرته، وإضافة للأشخاص اللي نشوفها داخل سوق المباركية. فهذه تقريبا كانت بداية اختيار الفكرة. رح ننتقل طبعا للنجوم بالعمل هذا، نبتدي ب دشتي. يا هلا والله، هلا مرحبا. يا هلا مرحبا فيك بليالي الكويت، لكن ابي اعرف منك اول شيء الشخصيات اللي تقدمها في هذا العمل. مساك الله بالخير يا بنيتي، شلونك؟ شلون الوالد؟ عساه بخير الله يسلمك. هذا ابو مساعد. عندنا بصي يا استاذ سعود، با بصي ركز معايا وخليك مفتح باب الصلاة على النبي، معاك الابصيري. وعندي بعد ضابط وسعيد. لحظة محمد، أول شيء كم شخصية عندك في العمل؟ لحظة، أنت عينة حارة؟ لا 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 لا، كم شخصية عندك في العمل؟ يعني ما شاء الله عليك، النقلات اللي انتقلها من واحد للثاني يعني عجيبة ما شاء الله. أنا بفهمك السؤال، بس أول شيء بعرف كم شخصية عندك في العمل؟ أنا أقول بابا هو يدي ممكن خمسة أساسي، ثاني كله ممكن 19. شوف الخدمة، شوف شخصيات جانبية 19 وصلنا على جانبية. محمد، على كل شخصية تاخذ أجر ولا كل أجر؟ أيوة سؤال مهم هذا صراحة، عشان احنا نروح نتعود. ما في أجر مكتوب. أحرجت المنتج. أنا عندي شخصيات أقل الأجر. أيوة الله عليك. هذا توفير ولا هو ربحان قاعد ياخذ أجور؟ خلينا نعرف السالفة. لا ما هو توفير كثر ما أنه يريحني وتعامل وياه 10 سنوات. ما شاء الله. ويعني ذراع اليمين بهالموضوع. محمد في شخصية فلانية روح يجيب لك شيء. أنا شوي يمكن أجاوب عن أخوي فيصل وعن أخوي محمد. هو أستاذ فيصل لو ما شايف محمد مبدع، وهذا شيء أنا مستمتع فيه الحين قاعد أشوف محمد ما شاء الله. ما شاء الله عليه، شو انتقل من صوت للثاني ورا بعض، يعني لا إله إلا الله. هذا يعتبر إبداع ممثل. فالمخرج بالنسبة له شنو يبي لما يكون عنده أدوات جميلة يقدر إنه هو يبدع فيها؟ لا بالعكس، أنا أتمنى إن أنا أسوي استنساخ من محمد نطلع منه ممثلين. ما شاء الله. يعني قلت قبل شوي إنه في بقتادة كان معك هو، فعشان شيء لما انتقل للعمل الجديد هذا اول شخصيه فكرت فيها انها تركب على كل الشخصيات وتوفر هو. محمد يعني مبدع، واحنا عارفينك ان انت لا ما شاء الله عليك، حتى دخل مجال التمثيل التلفزيوني وشفنا اعماله. مبدع محمد، اللي عارف ان صوتك حلو. صوتي وتغني نبي نسمع شيء. شنك صدمته؟ بس الشخصيات هم كانوا لا لا، الحين خلي الشخصيات ترتاح شويه. هذا العمل الجاي، العمل الجاي سعود مو كل شيء. عمي غني بالعمل الجاي، مقدمني بالعمل الجاي، غني مقدمه وممثل شكفو كادر. هو بصراحه يعني انا ماني مغني، انا ممثل، احاول اني اكون فنان شامل. مؤخرا تخرجت من معهد عالي في المسرحيه، صار عندي بكالوريوس تمثيل واخراج، وطبعا كاهو استاذي قاعد يمي اللي انا واحد من تلاميذه ويشرفني هالشيء، لانه هو خطوات بصراحه انا نفسي قاعد اخطي وراء. يعني ما شاء الله ممثل اذاعي، ممثل تلفزيوني، ممثل سينمائي، سبع صنايع وايد ما شاء الله. لا ما شاء الله بقى حلو ما شاء الله عليك. بعد ما شاء الله مو سعود اللي تقول عينه اي والله شهد الله. وبعدين جروب عملنا كله مع مخرجنا وايد ماد لنا ايده، يعني ما قاعد يقول لي محمد لا تقول لا، يقول لي سمعني
إذا عجبني راح أقول لك روح انطلق. حلو هالروح هذا أن الواحد يكون جميل. يقدم نصائح ويدعم ويوجه، هذا كل شيء لإنجاح العمل بشكل متكامل، ما يكون في واحد عنده مثلا غيرة أو شيء. لا لا لا, 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 لا بالعكس يعني الحمد لله. سوري كلام كربة محمد يعني فيصل، والله أنا أتمنى يعني إن شاء الله يا رب إن شاء الله دوم زولة موجود، لكن أتمنى أنه ما يكون موجود معنا في اللقاء عشان نقدر نتكلم عنه بإسهاب، لأن اللي مر علينا شوف محمد ما شاء الله رد على فيصل إبراهيم، والحين بس ما كيف ترجع على فيصل إبراهيم، لأنه فعلا هو رأس المسبح، يعني العمل يتكلم عن المسابيح هو الشاهد مال المسبح اللي يجمعنا كلنا في هذا المسبح، هو اللي يجمعنا، وبالإضافة إلى مدى رقية كمخرج شوقتونا نشوفه في عمل درامي. أي بالضبط جد. لأنه صدق غريب غريب يعني أول مخرج كذي هيك بارد ويعطيك المعلومة يعني ما 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 لازم تجرب. نواف شنو وضعك بالعمل هذا كله؟ شو راح تقدميه؟ راح تكون عصبية نجرية؟ أم نواف هي ربة شكلها الأسرة. مسالمة شكلها مسالمة ما يحقها. أبو نواف شو مسوي فيها؟ أم نواف مو أنا، هو أبو نواف شو مسوي فيك؟ هي مو أبو نواف ليش مسوي فيني، هي أم نواف هي الأم الحنونة اللي مهتمة بعيالها، بس عندها مشكلة أنها عايشة مع أم ريلها اللي تداحرها على محبة ولدها، شغل تناين مال قبل. هي وايد تحب نواف، نواف وايد يحبها، بس الأم غيرانة. والمشكلة الثانية اللي عندنا بالبيت عندها الخادمة دلفينة هم جاسوستها ودراعها اليمين، يعني هم جاسوس يعني بالعمل يعني جاسوس حق اليد حق اليد حق اليد حق اليد اللي هي ما محصة. بس هم أنا بعد دور ولدها يعني يمي 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 أبيك تقلد لي الخدامة شلون لما تروح تنقل لها معلومة حق اليد. ماما انت ما يشوف هذا ماما صغيرة شو نسوي هتي اكل عشقال رناق حقهم لو حقك ما يجيب شيء. بس ما رد على بكرة لا انا اذكر الحلقة هذه كانت مالت لما قررت انا وبنتي نوف نسوي دواني. ايوة دلفينة راحت فتنت علينا. أيوة. ان احنا بنسوي دوانية حريم، صارت المشكلة هني. يعني دلفينة مو هينة ترى، يعني انت المسالمة. بس ايه؟ المسالمة ومن اول لقاء ساكتة مبين من اول شيء ضاق حقها. لا لا ما سمعنا حسك. بس من اول شيء في هناك عمل مسرحي وفي عمل تلفزيوني وكل واحد له تميز، لكن العمل الاذاعي وايد صعب انك انت توصلين احساسك عن طريق رسوم متحركه. فاول تجربه لك هذه كانت مع الاستاذ جمال ردان مع محمد دشتي والاستاذ المخرج فيصل ابراهيم، شلون شفتيها؟ ما تخوفتي؟ اوكي هو علاقتي بالمايك قديمه، انا اصلا قدمت اذاعه ومثلت مسلسل اذاعي هم كوميدي كان قبل تقريبا 7 سنين. انا احب المايك، بس اكتشفت يعني من التجربه السابقه ان كثر ما اكون انا صادقه بالاداء بتوصل الرساله بالضبط. يعني اذا انا قلت الجمله وانا مبتسمه راح يسمعونها فعلا وانا مبتسمه، بس لما ابكي لا كان كنت خيره يعني مسالمه وخيره. ابو نواف حنون عليك. اي هو لا حرام ابو نواف يحبني، بس امه أمه النساء أمه بالعمل من يلتني أنا من شداد من نبي كاركترج نبي تشوقين المشاهد ينطرج في رمضان تلفزيون الكويت بكاركترج. أنا أكثر مقطع حبيته لما عندي حلقة مع القصار. القصار دام محمد يمك هو القصار، يلا يروح بعد محمد يعطي القصار، ما كان موجود يعطي كل شيء. احنا نخاف المسلسل يا ياخذ كاركترات كلها. مخرج يقطع ما يبنى فيصل ابراهيم يا ربع رحت انا على عمرك. لا اله الا الله. بس ما في حاشينا بنشوف شيء من كاركترك. لا ترى صدق يعني مو حافظه، بس بتذكر لكم مات القصار. لما تروحين قولي مات القصار، وابيك لما تروحين تشتكين حق ريلج من امه. لا هي انا ما اشتكي حق ريلج. المشكله ان انا وايد سنه حيل وانت ما شاء الله وايد يعني في واحده من حلقات الفالنتاين كان فالنتاين عيد ميلاد ولا عيد ميلاد ذكرى زواج اللي شريتي فيه سمسم. لا ذكرى زواجك من ابو نواف. اي عيد زواجي ناسي ابو نواف زواجي. بس ما انا من حرق ليش يا ابو نواف؟ ليش تنسون عيد الزواج وبعدين تقولون لا والله احنا مو ناس احنا ذاكرين والحريم هم يذكرونكم؟ لا هو الحلو ان القصص حتى يعني خلوني اعطيكم بالمختصر المفيد واعمل عمليه تشويق، لان صدق وانا كممثل قاعد اقرا الثلاثين حلقه اللي سويناهم خلص المسلسل كان اقول بس خلاص وناسه، يعني برغم ان القصص قصيره ولكن من صميم واقعنا الكويتي
أسرة كويتية بالضبط وعدة عوائل طبعا تتفرع من عائلة بو نواف وجماعته واللي بالسوق وياه، ولكن قصص كويتية من الواقع الكويتي اللي تحسين تخلص القصة لا حسافة خلينا نكمل. ذكرت على موضوع أن قصص من الواقع كمنتج، المنتج لما يختار عمل عشان ينتجه دائما ينتقي شغلات تكون لا علاقة في المجتمع وتجذب المشاهد. العمل هذا تحديدا لما انتقيته شنو الأدوار اللي كانت براسك أو شنو الفكرة اللي كانت براسك؟ تراثي، معاصر، الشخصيات شنو طبيعتهم، شنو الاختيار، شنو طريقة اختيارك؟ بالنسبة للكرتون يعطيك حرية كبيرة، يعني احنا عندنا حلقة من الحلقات حلقة تراثية نرجع حق سوالف حكايات عالمية ومسلسلات التراثية القديمة اللي كانت تنحط وكذي، فالمجال واسع بالكرتون، وهذا هذه نقطة حلوة. العمل عمل معاصر ماشي، اجتماعي كويتي كوميدي معاصر بالوقت الحالي، بس نقفز ساعات في قفزات خيالية، يعني انا دائما لازم في حلقة رعب عندي، فعندنا حلقة رعب، عندنا حلقة داخل فيها الرعب، داخل فيها الرعب بس احنا عندنا يعطيك مدرية بس ماشي انت صار ساعة قاعد تقطن علي وانا ساكت، ترى في خاص مشترك بينك وبين بسمة صدق والله. قولي سمسم سمسم ميمي ميمي لا سمسم حرب السين عندكم لا ما في شيء حساب فيصل انتهيت من تصوير عدل احنا لحد لا في جزء خلاص وفي بالقريب نعرف ان شاء الله قاعد تشوفه بمونتاج حاليا شنو تقول حق مشاهدين تلفزيون دوله الكويت ومتى راح يكون فتره عرضه قبل الفطور بعد الفطور هذا طبعا القرار يرجع للتلفزيون نتمنى بعد الفطور نتمنى يعجب الناس نتمنى نكون يعني خفيفين عليهم خصوصا في رمضان هذا صيف وقيض وحر نبي يعني الناس يبتسمون يستانسون يتابعونا ان شاء الله ان شاء الله نتمنى التوفيق للعمل هذا وشرفتونا بالعالي الكويت نورتونا كلنا والله كلنا حريصين وانا شخصيا راح اتابع هذا العمل لانه كل هالفنانين والنجوم الحلوين هذول بقيادة مايسترو العمل كله أكيد راح يكون شيء مشرف بس شكرا لكم حق إذا تسمحوا لي فيها يعني توجه إلى معالي وزير الإعلام والوكلاء والقائمين على تلفزيوننا ككل وإعلامنا ككل إن مشكورين على المجهود الجميل السنة هذه المثمر اللي إن شاء الله الجمهور راح ياخذ الحصيلة الجميلة نتيجة مجهودهم وتعبهم الفترة هذه اللي فاتت إن شاء الله الجمهور راح يستمتع السنة في تلفزيون الكويت بشكل يمكن افتقدناه في السنوات اللي فاتت لكن إن شاء الله شكرا معالي الوزير وشكرا الأخوة القائمين في وزارة الإعلام على جهودكم هذه السنة وإن شاء الله يا ربي يباركها وتتطور أكثر في السنوات القادمة يعني صراحة كلمة مسبقة إن شاء الله يشوفها الجمهور إن شاء الله شكرا لوجودكم معنا يعطيكم ألف شكرا عافية لكم على استقبالنا شكرا لكم أنت ختمت صار جمال أنت رأيكم موجود لا لا مشاهدينا بعدنا مكملين فقراتنا بلايل الكويت وأكيد بقية نجوم العمل راح يكون معنا لكن بعد البريك مشاهدينا رجعنا مع نجوم دكان بنواف لكن راح تشوفون اليوم نجوم مختلفين وأبطال العمل قبل أن ننتقل للنجوم لازم نشكر وكيل تلفزيون دولة الكويت يوسف مصطفى على هذا الدعم الشبابي نشوف كتاب كويتيين منتجين كويتيين ممثلين ومذيعين كويتيين والوكيل المساعد لشؤون التلفزيون نقول لك كل الشكر لك على هذا العمل الجميل والدورة الرمضانية الجميلة راح نشوفها تلفزيون الكويت معنا الحين المذيعة والفنانة أمان البلوشي محمد دشتي طبعا قاعد يبي يزيد اجره انت قعدتوني انا والله شنو انا يتفهمش انت قعدتوني والفنان احمد الجناعي والكاتب نواف المؤمن حياكم الله حييك هلا حييك هلا يا هلا مرحبا فيكم لعلي الكويت منورينا طبعا نوركم راح ابتدي مع كاتب العمل يعني كاتب العمل عاده يكون هو عليه المسؤوليه انه شلون يقدر يكتب شيء يخص المجتمع وشلون يقدر يشد القارئ اذا كان ككتابه يعني مقروءة أو كمشاهد أنت كمشاهد شلون ممكن تجذب أو تنجذب لكتابات فهذا العبء عليك أنت بالبداية قولي شلون تكتب في البداية أن نشوف الأفكار اللي ممكن نكتبها نتكلم عنها شغلة تكون قريبة من الناس شغلات تهمنا شغلات شغلتنا فنبدي بالأفكار أنا وفيصل نقعد نتكلم عن شنو شاغلنا شنو اللي ممكن نسويه أو نضيفه أو نقدمه للمشاهد عندنا احنا جروب اوف رايترز كتاب منهم فهد الرحماني منهم سوري
نسيت كم واحد. اوكي تصير تصير. I'm not so good مع المقابلات. يعني دائما تاخذهم من المجتمع، يعني مثلا تاخذ الشخصيات من المجتمع، يعني شخصيات الموجوده في العمل، شخصيات انت التقيت فيهم بحياتك اليوميه مثلا، يعني دور بنواف، هل انت مثلا شفت واحد عنده دكان بالمباركيه شخصيته تشبه بنواف مثلا، خذيت الكاركتر هذا ووظفته في العمل؟ اي في شخصيه لا شايفينهم تقابلنا فيهم التقينا فيهم. اتوقع الناس اذا راحوا المباركه راح يعرفونهم، راح يجون هناك. هذا اللي احنا خايفين منه صراحه. لحد يزعل. الوالد الله يرحمه كان عنده دكان بالمباركه، اخوي 24 ساعه حوسه بالمباركه. عشان كذي سميتوا دكان بنواف على اسمك. لا لا احنا كنا نبي اسم دارج كويتي، كل الفئات ممكن تسميه. حلو اسم دكان، يعني من بدايته يجذب اسم دكان. دكان وفي المباركية، يعني هذا شيء جدا جميل. نبي نشوف المذيعة أماني بلوشي بين التقديم والتمثيل. لا بس أنا، أنت قلت أني فنانة، أنا مو فنانة، أنا مذيعة، ما زلت مذيعة، بس هذا الشيء اللي قاعد أسويه وراء المايك هذا فن، هذا بحد ذاته نوع من أنواع الفن، ولقيت نفسي فيه بقوة. راح تتركين تقديم شوي تعطينا بوقت. نيفر اتركين قاعد على قلوبكم. لا بالعكس شرفينا وتونسينا. يعني العمل لما دخلتيه هذا بداية شلون قدرتي مثلا توظفين صوتك انك انت تقدرين تقدمين عمل الناس راح تعيش الشخصية هذه معك؟ ما راح يشوفون تعابيرك، هم راح يشوفون الشخصية وصوتك شلون قاعد تركبين على تعابير الشخصية هذه، بلا قدرة. شلون قدرتي؟ شوفي هو اللي يقدر يطلع هوا، انت كمذيعة لما تقدرين تسوين كنترول على نفسك بالهوا هذا بحد ذاته تعليم. انا تأسست هوا، سالفة اني اكون وراء ممثلة، هم ما طلبوا مني اكون ممثلة، طلبوا دور نوف الجامعية المكتشيكن، ما طلبوا تكلف مني، يعني ما غير صوتي، اللهم صرت شوية حادة اكثر. بس اكتشفت ان في داخلي مليون الف شخصيه، لدرجه ان نواف استعان فيني بحلقات ثانيه بادوار ثانيه. يعني مو بس محمد، لا هذا بطل، لا هي ما انت دخلت يعني على الجمعه، يعني ضيف حلقات معينه، كلنا نجوم ان شاء الله. لا لا منافسه لك. نو ابدا، لا لا بالعكس، والله بالعكس. انا الصراحه الامانه يعني نواف وفيصل يعني كتيم ماكو شيء، يعني ما اقول شيء ما يعجزون عنه، لا ماكو شيء يعجز عليهم، يعني ما شاء الله ما شاء الله. اخوي احمد الجناعي اكتشفت انه فنان، اماني بلوشي فنانه، غير انها هي مذيعه، بسمه السلطان فنانه، بسمه السلطان منو بعد منو الربع، بوهاني بوهاني الله يخليك، بشار الجزار، بشار الجزار بوهاني، يعني ما شاء الله لا اله الا الله. دشوا ورا المايك، كان في يعني بيننا وبين بعض احنا في رهان انه لا لا ايش رايك يقول ما يقول، لا لا ما يقول، لا يقول لا، بس ما شاء الله ابهرونا، يعني قاعد يعطي من قلبه، يعني جاي يبي يشتغل، فما شاء الله لا اله الا الله. كاماني كاحمد يعني التيم كله ما شاء الله كله على قلب واحد. فنتعرف على احمد. احمد شنو شخصيتك في العمل ويوم قريت نص دكان ابو نواف، ايش اللي جذبك له؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على الاستضافه، هذا حكي اللي علموني عليه قبل شخصيتي بالمسلسل نواف، ولد ابو نواف، الاخ العود اللي متخرج ما عنده لا وظيفه ولا شيء، وكل يوم يحاول يلهي نفسه عطالي بطالي يلهي نفسه باي شيء، مشروع يدش الانستغرام شوي يحوس، يعني ما نبي نحرق افكار حلقات، يحاول يلقى نفسه بالضبط. وحطيت دوره مشاريع ناجحه ولا فاشله؟ لا كله ماشي. لا هو حاب انه ياخذ الموضوع بذراعه، يحاول يكتشف نفسه. صح، ماكو احد بالدنيا اول ما يطلع عارف بالضبط انا شنو بسوي وبنجح على طول، فقاعد يحاول. طبعا اخوي نواف كاتب المسلسل والمخرج فيصل ابراهيم هم اللي رشحوني لهالشخصيه، وانا طبعا ما عندي اعمال قبل، ما عندي بالمجال الفني ولا كان شيء. عندك تجارب فاشله يعني بالاعمال؟ لا لا انا تجاربي كانت بالسوشيال ميديا. فلله الحمد تعاملت مع جماعه بدعايه المطعم ما قبل سنه تقريبا، فهم لما سووا العمل شافوا كاركتر نواف هذا يضبط على احمد الجناعي، فاتصلوا علي، وصلت لهم قريت النص، يا ريت يلا متى نبلش يلا ها تبون شيء خلصنا. ما تكلفنا بال يعني ما بال إيه يعني طلبوا الشخصيه نفسها، يعني ما طبيعيين يعني الاداء شوي بالضبط، يعني مش قوي يعني هذا هو الصوت، يعني هذا اللي نحتاجه حق الكاركتر، بما انه هو شوي شابهني بس شعره انعم. شعره على طار الشعر ترى صدق قبل نشوف نفسنا بالشخصيات هذيل الكرتونيه، يعني انا امي قاعده تقول لي
تشبهش ترى لهالدرجة. فصرنا نشوف حتى الريد هان ما شاء الله شوفوا ايش كثر في شيء. والرسام ما اخذ من اشكالهم ابدا يعني؟ ما ما اخذ بعدين عقب ما رسموا كل شيء وما هذا الحكي عندنا. لا الشخصيات رسمت بالاول فيصل الابراهيم المخرج رسمهم أو رسم يمكن رسمهم لانه بباله الشخصيات فعشان شيء كانت قريبه. اول شيء حددنا الشخصيات شفنا القصص اللي بدش فيها وبعدين اخترنا من الانسب اي من الانسب ف والحمد لله الله جمعنا احنا وايد مستانسين معاهم اماني. انت زميلتنا في نفس المجال لو طلبنا منك اليوم تكونين مذيعه ويانا شنو السؤال اللي توجهي لهم اياه؟ راح اوجه حق كل واحد فيهم زين؟ اي وجه اوكي بدايه مع نواف. يا ساتر نواف كثر ما كنت خايف كم كلاس قهوه شرب اليوم؟ يقول كافيين كافيين يقول اذا رجفت عادي كافيين انا ارجف ولا نواف؟ مفول كافيين انا بريئه بس هم اربع اسبريسو واثنين ريد بول لا حد يشرب كذا ريد بول صحيح نشوف طاقة نشوف طاقة مو زين دير بالك قهوة ريد بول ما ينفع يعني نبضات القلب دير بالك سؤال حق أحمد إذا حطوك كاركتر ثاني منو تختار؟ أنا الحمد لله ولائي دائما وأبدا إلى نواف. صدقتي ولاء غير طبيعي إحنا حابين شخصياتنا كلها. طبعا الولاء هذا صار بعد ما ضاف للمخرج السكسوكة كان حاط عمله أول شيء كان قالها بس عشان بس نذكر جهودهم وتعاونهم معنا لما ورونا الشخصيات قلنا لهم قلت له نواف كان عندها كبة قلت لها لا خليها بونيتيل لبسها كذي بدال كذي خليها تلبس لون كذي يعني كانوا فليكسبل معاكم انا يقدرون يغيرون الشغل هذه يعني احنا نشهد لهم فيها وعليها ما بديها. وشيء ثاني ردهان قال لما خلصنا العمل بسرعه قلنا ليش فعلا صحيح. انا خلصنا بسرعه انا بنكمل كان شويه فان اكثر عشان شيء كنتوا بروح العائله مع بعض عليكم حلو. بس اخر سؤال حق لا لا لحظه انت محمد ليش تسالني خمس اسئله لا لا هو متصل شم خذيت على اوه الف الحمد لله والشكر كل خير اللي الله مقدرني رزق رب العالمين جتني والحمد لله كفيت وفيت شوف طال عمرك الشخصيات السته اللي سويتهم الاساسيه راح يعجبونك ان شاء الله باذن واحد احد اللي احنا نبيه اللي نبي نوصل له كلنا كجروب وتيم عمل. يا محمد انت ما عرفت ليش تسال كذي؟ ليش؟ انت بتعرف عشان بعدين لا عشان تكمل اللي انتم بلشتوا لا عشان تعرف اخذ على كم شخصيه من اللي راح تقدم انت شو ما جايك الحكي احنا اكثر ناس سمعي يا بنيتي بس خلي اكمل هاو خلينا الحكي انا عارف انك قاعد تحكي ولا تشذعي المهم باباي شخصيه جديده كلنا كتيب عمل كلنا نتمنى ان يكون حلا بعد الفطور ان شاء الله تشوفون المسلسل هالمشكنم هذا. نفس السؤال اللي انت سالتيه حق نواف قلتي له انت شلون تكتب من الواقع ولا يعني نواف في عنده خياله وايد واسع يعني يقول محمد اي ماجنت بيفورت يعني يتخيل يعيش القصه بعدين يكتبها مرات يمكن يشوف شيء قدامه ويكتبها. الحلو بنواف والربع ولا يهونون حتى المخرج حتى ربعنا كاهو هذا التيمنا كممثلين ما حد يتحسس من احد يعني كاهو نواف والله العظيم لا يومك يجيني يقول لي ها ابو جاسم حلو بايخ ها ايش رايك وانا نفس الشيء لما اكون انا ورا مايك اسئله وعندنا جروب محتكين ببعض فيه اماني اماني هذا روح التناغم والانسجام اللي بينكم باين حتى في اللقاء الله يفرجكم وان شاء الله نشوفكم يعني نشوفكم في اعمال جديده نشكركم ان شاء الله اشوفكم برمضان وشوقتوا مشاهدين تلفزيون دوله الكويت على عملكم دكان بنواف كل التحيه لكم نورتونا بالعيون وشكر موصول حقكم كلكم وحق تلفزيون الكويت وحق طاقم العمل مشكورين بشار الجزاف نحبك وايد امونه شداد واحمد العنان امونه شداد واحمد العنان ابو فواز حسين حقكم الله يعطيكم العافيه شكرا يا حلوكم مشاهدينا فاصل ونرجع اهم شيء طلع